خطابات مختلف المترشحين في الحملة الانتخابية لم ترق لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي انتقد سياسة الحديث عن كل شيء عدا قطاع الثقافة الذي رأى أنه عماد رقي المجتمع وتطوره. يعني يؤسفني أن أقول إن القليل من مما يعني تابعناه على الأقل في الأسبوع الأول من الحملة أن الثقافة تكاد تكون يعني على هامش نقاشاتها مع مبادرات يمكن أن نقول فولكلورية أكثر منها مست جوهر الاهتمام بالثقافة. الثقافة رهان حقيقي. ميهوبي وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية توقف مطولا عند رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة يوم العلم ورأى أنها تعكس اهتماما واضحا بالثقافة على غرار باقي القطاعات. كان واضحا والرسالة لا تحتاج إلى كثير من التأويل، فالرسالة واضحة أن المثقفين أيضا مطالبون بأن يقوموا بدور أساسي في حماية المجتمع من الانفلات الذي يحدث، الانفلات الذي يتسبب فيه التطرف وفيه يعني الإرهاب الفكري والإرهاب الثقافي، أحيانا أيضا يكون سبب في التشنج والاحتقان مما يولد صراعات إن كانت علنية أو خفية في أي مجتمع. ثم دعا إلى ضرورة انتهاج الوسطية. ميهوبي وفي معرض حديثه توقف عند المخاطر التي تحدق بالجزائر في ظل انتشار الوضع الأمني المتوتر في دول المنطقة وتهديدات تيارات ضالة تستهدف الجزائريين على غرار الأحمدية. هناك تحريك للطائفية وتحريك للمذهبية وكل هذه الأشياء نعيشها ونراها. إذا أعتقد أن الحاجة أساسية في كل هذا هي لابد من مراجعة كل المنظومات، المنظومة التعليمية، المنظومة الإعلامية، المنظومة الدينية، بمعنى أن الخطاب يجب أن يتغير على الصعيد الديني. لابد من المسألة تغيير الخطاب الثقافي، تجديد الخطاب الثقافي. وزير الثقافة دافع أيضا عن ضرورة حماية التراث الجزائري بمختلف مكوناته أمام محاولات السرقة التي يتعرض لها، وكشف أن الاحتفال بشهر التراث بعد أيام خصص حيزا لهذه القضية. وكشف الوزير ميهوبي أنه تم إيداع ملف على مستوى اليونسكو لتوثيق التراث والدفاع عن الهوية الجزائرية أمام مخططات السطو.